ضغوط العقوبات الأمريكية رجعت ودفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني تهديده بتسكير مضيق هرمز الواقع جنوب الخليج واللي بمر عبره نحو ثلث إجمالي صادرات النفط العالمية لتنقل بحرا، أي أنه بيلعب دور حيوي بإمدادات الطاقة العالمية. الضغوطات الأمريكية على إيران تمثلت بفرض واشنطن عقوبات على إيران ومنها حظر نفطي بعد انسحابها بأيار من الاتفاق النووي التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الستة الكبرى، تهديد واشنطن بوقف مبيعات إيران من النفط، ولكن منحت إعفاءات مؤقتة لثمان دول. هي مش المرة الأولى اللي بيدلي فيها روحاني بتهديدات مشابهة، خاصة بعد ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص صادرات إيران من النفط للصفر. فإيران عم تتوعد من الثمانينات بفرض حصار على منطقة الخليج رداً على ضغوط دولية، ولكن ما نفذت أي تهديد. فشو بيقصد روحاني بتصريحه هيدا المرة؟ وهل إجا كلامه بإطار تصعيدي أم أنه لتحسين شروط التفاوض؟ أعتقد أنه التصريح الإيراني يأتي في إطار التوازن وفي إطار تحسين شروط التفاوض، ليس في إطار التحضير لمواجهة عسكرية أو تشبيك المرحلة في إطار يعني يعزز الحوار تحت عنوان التصعيد. إذن الموضوع اليوم مرتبط بالتفاوض لتحسين شروط الاقتصادية للدول وفرصها على المستوى الإقليمي والدولي، لأنه الجانب الإيراني اليوم لديه ما زالت الخطوط مفتوحة مع الجانب الأوروبي ولم تقطع. وأنا أعتقد أنه اتجاهات التفاوض متقدمة عالقة في بعض الملفات، لأنه الجانب الأمريكي وحتى الأوروبي خلال تفاوضه مع الجانب الإيراني يعني قسم الملفات إلى أربعة أجزاء: الجزء العسكري هو الصاروخي، الجزء الاقتصادي، الجزء الاجتماعي يعني العقوبات أن لا تستهدف المواطنين وبالتالي أن لا تؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية، والجزء المتعلق بالسياسة وهو ما لا تعترض عليه الولايات المتحدة. إذن الموضوع مرتبط فقط في الضغوط الاقتصادية لتحسين شروط التفاوض في الملف العسكري. العقوبات الأمريكية أثرت بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي الإيراني، فبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الإيراني حول أرقام التضخم، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 56% على أساس سنوي بتشرين الأول. إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قلل من أهمية التداعيات الاقتصادية للعقوبات واتهم وسائل الإعلام بتضخيم مشكلات الدولة، وأكد أنه رح يتم مواجهة هذه المشاكل بمشروع الموازنة الجديدة اللي رح يتم تقديمه ب16 كانون الأول. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.